أنا منبلشها بخبر بيقول إنه شهدت بداية هذا الأسبوع بداية توزيع جوائز النوبل للسلام لعام 2020، وتوجت جائزة نوبل للفيزياء 3 رواد في مجال البحوث المتعلقة بالثقوب السوداء، واللي هي مناطق من الكون ذات جاذبية عالية جدا غير ممكن لأي جسيمات الإفلات منها. اللي فازوا بالجائزة هم البريطاني روجر بنروز، الألماني رينهارد كنزل، والأمريكية أندريا غاز. وفاز بالجائزة هدول الأشخاص لأنهم اكتشفوا أنه تشكل ثقب أسود هو بمثابة تنبؤ صلب بنظرية النسبية العامة، وكمان عشانهم اكتشفوا جسم مدمج فائق الضخامة في وسط مجرتنا. وأعلن رئيس لجنة نوبل للفيزياء أنه اكتشافات الفائزين بالجائزة هاي السنة مهدت الطريق لدراسة المواد المضغوطة وفائقة الكتلة. تبدأ أخباري بفيديو انتشر بقوة لآلن سميث، خبير الحيوانات البرية ومتخصص في الفيلة. كان في رحلة سفاري لجنوب إفريقيا بحديقة كروغر الوطنية. هجم عليه فيل ضخم، لكنه ظل هادي واقف بمكانه بدون ما يتحرك. قال إنه خبرته اللي امتدت 30 سنة خلته يعرف إنه وقوفه بثقة رح يخلي الفيل يخاف منه. خلونا نتابع. واليوم بيحتفل صناع الدراما بمرور 60 سنة على إطلاق أول مسلسل كرتوني عرض على شاشات التلفزيون، واللي هو مسلسل فلينستونز، اللي بيحكي سيرة فريد فلينستون وزوجته ويلما في عصر أو في العصر الحجري. خلونا نتابع هاي اللقطات مع بعض لنتذكره. أثار أحد العمال الصينيين سخرية واستغراب رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن لجأ لحل غريب حتى يقوم بعمله. انتشر فيديو لهذا العامل اللي بيشتغل في مصنع لمعالجة القطن، هو عم يحاول يفتح واحدة من أكياس القطن، لما ما قدر قرر إنه يلجأ لأنه يفتح الكيس عن طريق استخدام ولاعة سجائر ليحل هاي القصة. بس هذا الحل للأسف سبب كارثة كبيرة، خلت الكيس ينحرق بالكامل والنار انتشرت واشتعلت في المصنع وسببت خسائر كتير كبيرة.